بسم الله والحمد لله والله أكبر. يقول ربي في الآية 131 من سورة الأعراف: نونسان دي بارادي، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إحنا أهلها، إحنا كنا سبب فيها. يعني شوف الإنسان قداش يكبر، يعني حاجة مش هو سببها، يقول أنا سببها، جو لو ميريت باسكو جي بيان باتايي، جي بيان ترافايي، إي سي مانتنون إي cette récolte là, cette gloire là, c'est grâce à moi. هذا الكفار كلهم كيما الكلب ترامب وغيره وغيره، ما ينسبوش الخير اللي جاء ونازل من الرحمن بإذنه تعالى يتحقق، بل هو السبب. وإذا كان ماشي يجي خلاص من الجائحة، اعملوا كما قال ترامب، دوا روحه. انت كان جيت رئيس أمين وتحب قومك، الملاعين غلبهم، انت قلت عندك دواء شفاك في بعض ايام، مثلت عينه دخلت المستشفى والله اعلم بيك، هو مستشفى وراوك وبعد مشيت لمكان اخر، ومشى في بال الناس اللي انت حامل معجزات، انت مخترع الادويه واللقاحات، وهي كلها تمثيل بس لعله ينجح في زيادة 4 سنين أخرين في امتهانه لحقوق الإنسان والاعتداء على الإسلام وريحة الإسلام، كما قاعد يظهر الريحة في إخوانا عندها في إيران، عنده بغض يحب يواصل الأذى من خلال ذلك البغض، فربي قلب لهم شعبه وأذله كما أذل فرعون، أغرقه في الأوهام وفي الخيبات المتتالية، خيبات تترى الواحدة بعد الأخرى وانت ماشي، وما زال يرى وما زال يسمع. والسلام على أهل الإسلام.